مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية لهذا اليوم مشاهدينا خصصناها للأخبار الصحية، ونبدأها من صحيفة القدس التي نطالع منها خبرا لكل امرأة تود خسارة وزنها، وأيضا يمكن للرجال الانضمام إلينا. الخبر جاء تحت عنوان القرفة لتخسر الوزن وتحرقي الدهون، استخدميها بهذه الطرق. أكدت دراسة علمية حديثة أن القرفة تعدل مستوى السكر وتساعد على خفض نسبة الدهون في الدم، كما تمنع حدوث الغازات المعوية والانتفاخات. إلى صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم مشاهدينا، لقلة النوم ضرر على صحتكم. لا يعلم كثير من الناس الآثار الناجمة عن قلة النوم، من بينها الشعور بالغضب. هذا الحرمان من الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة. وتفيد الدراسات بأن واحدا من بين ثلاثة من البشر يعاني قلة النوم جراء الإجهاد واستخدام أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول باستمرار. ننتقل وإياكم إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين، التي انتقينا منها خبرا يخص النساء الحوامل. دراسة تحذر تعرض الحامل لأشعة الشمس والطقس الحار يعرضها لسكر الحمل. جاء في تفاصيل الخبر، حذرت دراسة علمية حديثة المرأة الحامل من التعرض لأشعة الشمس والطقس الحار خلال مدة الحمل لارتباطه بالإصابة بمرض سكري الحمل. صحيفة البيان الإماراتية كتبت بين صفحاتها لهذا اليوم خبرا لكل رجل لديه كرش. جاء تحت عنوان لهذا لا تستطيع التخلص من الكرش بعد تجاوزك 30. توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن هناك إنزيما محددا في الحمض النووي يؤثر على عملية الاستقلاب، هو المسؤول عن عدم القدرة على التغلب على الشحوم الزائدة خاصة في منطقة البطن بعد تجاوز سن 30، خاصة لدى الرجال. وختام مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية، الرياضة وفيتامين دي أفضل اتحاد للقلب. خلصت نتائج دراسة حديثة إلى أن الجمع بين الرياضة والمعدل المرتفع من فيتامين دي في الدم يقلل فرصة الإصابة بأمراض القلب الخطيرة مقارنة بتأثير كل منهما منفصلاً.